حلف شمال الأطلسي مقتل 4 جنود أمريكيين في انفجار عبوة نسفة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، حيث استهدف انفجار قوي ناجم عن عبوة نسفة قافلة لحلف شمال الأطلسي في منطقة زهاري بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 4 جنود أمريكيين وإصابة عدد آخر غير محدد بجروح. وكانت الأيام القليلة الماضية من أكثر الأيام دموية للقوات الأجنبية في أفغانستان، حيث قتل 3 جنود جورجيين أمس في انفجار شاحنة مفخخة في إقليم هلمند الجنوبي، في حين استهدف مهاجم انتحاري قافلة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في محافظة كابيسا شمال أفغانستان دون وقوع ضحايا.